الاندفاع من التعاقدات بسرعه، وشفنا مثلا ان الاتحاد تعاقد مع لعيبه ما كانتش من الاولويات في تريث الموسم ده. بنسمع كلام عن فيكتور اوسيمان مثلا كمهاجم للاهلي، سمعنا مؤخرا عن فينيسيوس جونيور طبعا للاهلي كوينجر في الطرف الشمال مكان الم ماكسيما، وسمعنا عن سون من قبلها من توتنهام. فطبعا لسه في كلام. على اي حال فتره الانتقالات الصيفيه لم تنتهي بعد، ممتدة لغاية 2 سبتمبر إن شاء الله، لكن أعتقد أن كل فريق متريث. الراجل امبارح في المؤتمر الصحفي بتكلم على ماتياس ياس المدير الفني الألماني للأهلي، عبر عن ثقته في لعيبته السكواد الكامل اللي موجود أو القايمة بالكامل، وقال أن أنا هختار أنسب 11 لعيب هيقاتلوا على المكسب. كابتن دكتور، ماذا عن الهلال؟ ظهر على مستوى البطولات الاستعدادية بانتصارات، اليوم يدخل هذه المواجهة قلوب الدفاع الأساسيين وجود